شباب ازاي بقضي يومي في الامتياز؟ اول حاجه انا واقف قدام البيت مستني المواصله اللي هتوصلني للطريق الدولي او الطريق السريع، الطريق ده اللي بيوصلني للمنصوره. دلوقتي ركبت المواصله، المواصله حوالي من بيتي للطريق الدولي حوالي من خمس لعشر دقائق. دلوقتي انا راكب في المواصله، شايفين بقى جمال الاراضي الزراعيه والخضار، حاجه الصراحه كده تفتح النفس. المنصوره يا شباب بلد جميله جدا، انصحكم بزيارتها. دلوقتي انا قربت اوصل لنهايه الطريق، المكان اللي انا فيه ده اسمه الطريق الدولي او الطريق السريع، ده اتجاهين، اتجاه بيوديك المنصوره واتجاه بيوديك دمياط وراس البر وجمصه واسكندريه. دلوقتي انا هاخد اتجاه المنصوره، المواصله حوالي خدت نص ساعه. دلوقتي المكان انا وصلت المنصوره في مكان اسمه الدوران، الدوران ده بركب منه سيرفيز، السيرفيز ده بيوصلني للجامعه والمستشفى، تمام؟ حوالي بياخد من الدوران للجامعه حوالي 5 دقائق او 10 دقائق بالكتير. دلوقتي انا في العربيه، العربيه هتبدا تتحرك. الكوبري اللي احنا ماشيين عليه ده بيسموه كوبري الجامعه، رابط بين طلخه ورابط بين المنصوره. إيه يعني الكوبري ده؟ بيعدي من فوق النيل، امين يعني حوالي، يعني انتوا اكيد شايفين كده، هو ما شاء الله كوبري كبير شويه كده، فحوالي هياخد 3 دقائق بالكتير وهنوصل لاخر الكوبري، معدي من فوق النيل. فعايزكم كده شايفين المنصوره بلد جميله جدا يا شباب، روعه الصراحه. خلاص قربنا نوصل لنهايه الكوبري كده بقى، خلاص اهو دي نهايه الكوبري اللي هو كوبري الجامعه. المكان اللي احنا فيه ده بقى اللي هو شارع الجمهوريه او اللي قدام الجامعه على طول، بقى على يمينها كده بقى مستشفيات الجامعه وجامعه المنصوره. دلوقتي خلاص بقى انا كده هوصل، وصلت هنا اسمه شارع جيهان، شارع جيهان ده هتمشى شويه كده واوصل للمستشفى. بس قلت كده اجيب معايا ازازه ميه، اجيب لي ازازه ميه يعني وكيس شيبسي. الصراحه انا بجيب معايا بجيب الاكل يعني سندوتشات، الحاجه بتعمل لي سندوتشات وباخدها معايا، بس قلت كده اجيب كيس شيبسي وازازه ميه. دلوقتي المكان اللي انا ماشي فيه ده او المستشفى ديت اللي قدامي ديت اسمها مستشفى غنيم، ده اكيد تسمعوا عنها، اكبر مركز كلى في الشرق الاوسط بتاع الدكتور غنيم. التعامل اللي هناك فيها مقلب، فاتخضيت الصراحه، فقلت كده اجيب كوبايه عصير قصب عشان تطر كده على قلبي. جبت كوبايه عصير قصب، العصاره دي قدام قدام بوابه التربيه او بيسموها بوابه الجلاء يعني، العصاره دي بتعمل عصير قصب جامد جدا يا شباب. فقلت كده ايه اجيب حاجه ايه تطر على القلب يعني. دلوقتي بقى رايح علشان امضي، بتمضي حضور والصبح بتمضي انصراف. رحت جبت واحده مولتو افطر بيها الصبح عشان المسافه كبيره يعني لما اوصل البيت، فقلت اجيب حاجه كده افطر بيها وبعد كده لما اوصل البيت بقى افطر. تعالوا النهارده اقول لكم عملت ايه في يوم الامتياز. اول ما وصلت فيتلت الحاله، بعد كده سحبنا التحاليل وديناها المعمل. بعد ما سحبت التحاليل وديناها المعمل، هي كانت نتيجة الاي بي جي صراحة ما كانتش كويسة، ف الحالة يعني كانت عندها نيمونيا، فكانت محطوطة على نيزل اوكسجين، فحاولنا نفصله كده ونشوف الحالة هتتحسن ولا لا. فالحالة نزلت في الاكسجين فرجعناها على الاكسجين تاني. زي ما قلت لكم كده بيتلت الحالة، سحبنا تحاليلنا، اس الحالة سي في بي، وعملنا كير الحالة. الصراحة الحالة كانت محتاجة كير كويس، وبعد كده يعني ادينا العلاجات وقعدنا نراقب العلامات الحيويه، وان شاء الله يعني ربنا كده الحاله تتحسن وتخرج باذن الله. ده النهارده اللي عملته يعني في يوم الامتياز. الصبح كده فيتلت الحالات، كان معايا حالتين يعني، كان في حالتين في العنايه فيتلتهم، وبدات امشي يعني دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين يعني. يلا نبدا ناكل ملتو. دلوقتي خلاص انا خارج اهو علشان اركب المواصلات، اقف هنا بقى كده علشان استنى اي وصلة اركبها، لان الصراحة المسافة طويلة فربنا يعيني بقى. يا شباب انا رايح البيت، شايفين المنصوره وجمالها؟ المنصوره بلد جميله جدا، شايفين النيل روعه، المنصوره بلد جميله واهلها طيبين. تعالوا المنصوره. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.